أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى من بعض الموضوعات التي أطلق عليها المصنف عنوان أحكام العلة والمعلول، أي الدرس 37. قد تحدثنا عن المحور الأول الذي وضحنا أنه الأفضل أن نسميه بتجلية بعض التعابير الموهمة، وقد استخدم المصنف وشرح وحلل 4 تعابير في هذا المجال. ثم حرجنا على الملف الثاني من هذا الدرس، وهو استحالة الدور في مجال العلل، وبين المصنف هذا الأمر، ثم رفع شبهتان أنه قد يتصور الإنسان أن الدور يمكن أن يحصل في الخارج، وبين نموذجين لذلك، ثم قام برد هذه الإشكالية وهذه الشبهة. وصل بنا المطاف إلى الملف الثالث من ملفات هذا الدرس، وهو استحالة التسلسل. التسلسل كما قالوا مستحيل، ومعروف بينهم أنه لا يعقل التسلسل وأنه من المستحيلات. ومقصودهم التسلسل ليس التسلسل اللغوي محض، فإن التسلسل اللغوي عبارة عن تعاقب أشياء وراء بعضها البعض، لكن يريد الفلاسفة من مصطلح التسلسل هو أن تكون هناك سلسلة لها حلقات لا متناهية، أن تكون هناك سلسلة من أشياء مرتبطة ببعضها البعض أي شيء كان، وليس لها نهاية. هذا هو ما يقصدونه، هذا هو التسلسل. تارة تكون لا نهاية من طرف واحد، تمسك أنت برأس الخيط من هنا ولا نهاية له من الجهة المقابلة، وتارة تكون لا نهاية من الجهتين، تمسك أنت وسط الخيط وتقول عن هذه الجهة أي اليمين لا متناهي، ومن جهة اليسار أيضا الخط لا متناهي. فإما أن يكون اللاتناهي هذا المأخوذ في التسلسل بتعريفه الاصطلاحي، إما أن يكون من طرف واحد، وإما أن يكون من الطرفين معا، لا فرق في ذلك عندهم. هذا التسلسل الذي قالوا اتفقوا على، يعني تقريبا اتفقوا على استحالته، قالوا ليس كل تسلسل مستحيل. الفلاسفة قالوا ليس كل تسلسل مستحيل، يوجد تسلسل لا متناهي وغير مستحيل. إذن ما هو التسلسل المستحيل عندكم؟ قالوا التسلسل المستحيل عندنا إضافة إلى اللاتناهي اشترط أن يكون فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون العلاقة بين حلقات السلسلة علاقة واقعية حقيقية، مش علاقات اعتبارية، يعني أن يكون في عالم الخارج ألف له علاقة بباء، وباء له علاقة بجيم، وجيم له علاقة بدال، ودال له علاقة بواو، إلى آخره من لا متناهي. مقصودنا من التسلسل أن تكون حلقات السلسلة المفترضة هذه أن تكون لا متناهية، وبين هذه الحلقات توجد علاقات حقيقية خارجية، لا أن الذهن يضفي عليها علاقات، لا أن الذهن اعتبارا، مواضعة، قانونا يربط بينها. هذا النوع من الارتباطات لا قيمة لها، حتى لو كانت لا متناهية ما عندنا مشكلة. لكن المقصود باستحالة التسلسل، التسلسل في عالم الخارج بين حلقات سلسلة يوجد بين كل حلقة وحلقة أخرى علاقة، نقول هذا التسلسل حينئذ سوف يكون مستحيلا. هذا أول شرط. ثاني شرط، نقصد هنا الفلاسفة فقط يتكلمون، وهنا في خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في الشرط الثاني. نقصد من استحالة التسلسل
أن تكون جميع حلقات السلسلة موجودة في وقت واحد، في لحظة واحدة. هذا مستحيل. يعني لو كان واحد مرتبط باثنين، وواحد موجود واثنين موجود، واثنين مرتبط بثلاثة واثنين موجود وثلاثة موجود، وثلاثة مرتبط بأربعة وثلاثة موجود وأربعة موجود، إلى ما لا يتناهى كله. تقول هذا مرتبط بهذا، هذا موجود وذاك موجود، كلهم الآن موجودين. هذا مستحيل أن يكون هناك تسلسل لا متناهي. أما لو فرضنا جاء ألف أو واحد أوجد اثنين ثم فمية، ثم وجد بعد أن وجد الاثنين أوجد ثلاثة ثم فنى الاثنان، الثلاثة أوجدت أربعة ثم تلاشت، الأربعة أوجدت خمسة ثم تلاشت. المتكلم يقول هنا مستحيل هذا التسلسل أيضا، ما يقبل المتكلم جوازه. الفيلسوف يقول هذا جائز، لا مشكلة. والفيلسوف بناء على هذا أيضا يفسر حركة مسألة قدم العالم، وفي نفس الوقت مستمرة سلسلة علل المعادن إلى ما لا يتناهى، لكن شيء يزول وشيء يبقى، شيء يزول ويوجد غيره، ثم يزول غيره ثم يأتي بغيره وإلى آخره. فإذا إذا حللنا نجد أن التسلسل الاصطلاحي الذي هو مورد بحث الفلاسفة له ثلاثة عناصر أساسية. أولا أن تكون السلسلة ذات حلقات غير متناهية، إما من الطرفين أو من طرف واحد على الأقل. ثانيا أن تكون العلاقة بين كل حلقة وحلقة أخرى علاقة حقيقية قائمة في الخارج، لا مجرد مسائل ذهنية وتصورات ذهنية وعمليات ربط ذهني ليس له مغزى في الخارج. ثالثا أن تكون حلقات السلسلة اللامتناهية هذه في لحظة واحدة موجودة، هذا مستحيل. أما وجود واحد ومجيئه بالثاني ثم فناء الأول، ومجيء الثاني بالثالث ثم فناء الثاني، ومجيء الثالث بالرابع ثم فناء الثالث، هذا المشكلة فيه. حتى لو لم يكن يتناهى، حتى لو بقي هكذا الرابع الخامس الثالث إلى ما لا يتناهى، يقول الفيلسوف ما في مشكلة فيه، على خلاف المتكلم الذي يقول هذا أيضا فيه مشكلة. إذن هذا هو التسلسل بتعريف الفلاسفة، وقد اتفقت كلمتهم تقريبا على استحالته، وأقاموا على ذلك براهين متعددة. والفلاسفة عندما تحدثوا عن التسلسل لا يقصدون بالتسلسل فقط التسلسل في العلل والمعالم، لا، ممكن يكون حلقة سلسلة علل ومعالم، ممكن ما في علل ومعالم، أصلا شيء ليس له ربط بالعلية. خط هكذا، افرض معي، هل يمكن ان يكون هناك خط مستقيم، خيط لا متناهي؟ وهذا ايضا بحث التسلسل لا يتناهى، كل جزء منه مربوط بالجزء الذي يليه، كل جزء منه مربوط بالجزء الذي يليه، كل قطعه منه مربوطه بالقطعه التي تليها، لا يتناهى. يقول ايضا هذا مستحيل. الفلاسفة يقولون التسلسل الذي نتحدث عنه ليس حصرا او حكرا على باب العلل والمعالي، لا، في باب العلل والمعالي المستحيل، في غير باب العلل والمعالي المستحيل. ولذلك أدلتهم التي أقاموها تنوعت، بعض الأدلة مرتبط بالعلل والمعالي كما سوف نرى مع برهان صدر المتألهين وبرهان الأسد الأخصر والبرهان الأسد الأخصر للفارابي. بعض هذه الأدلة لا علاقة له بالعلل والمعالي أصلا، قد يشمل العلل والمعالي وقد يشمل غيرها، كما في البراهين التي أقامها القدماء وكانت ذات طابع رياضي، مثل برهان التطبيق. برهان التطبيق يقولون لك، كانوا يبرهنون على استحالة التسلسل بهذه الطريقة، بذهنية بحث رياضية لا علاقة لها بالعلل والمعالي. يقول لو أتينا بخيطين، الخيط الأول في الأسفل لا متناهي من جهة اليمين ولا متناهي من جهة اليسار، الخيط الذي في الأعلى أيضا لا متناهي من جهة اليمين ولا متناهي من جهة اليسار، ثم أتينا إلى الخيط، طبعا كل تصويرات ذهنية، يعني أتينا إلى الخيط الأسفل اقتطعنا منه مترا، أخذنا هذا المتر ورميناه جانبا، ثم قربنا طرفي الخيط إلى بعضهما وربطناهما مثلا. نسأل،
هل الخيط الذي في الأعلى أطول من الخيط الذي في الأدنى أم لا؟ إن قلت أطول، إذن هذا معناه أن الخيط الذي في الأدنى متناهي، وإلا كيف يكون أطول؟ إن قلت ليس بأطول، هذا معناه أن هذا الزائد الذي كان موجودا الذي قطعناه وجوده على مسيان، كيف لا يكون أطول؟ قل لابد يكون أطول. مثل هذا النوع من الأدلة ذي الطابع الرياضي، ذي الطابع الحديث عن خطين وما شابه ذلك والهندسي، هذا النوع من الأدلة لا يختص ببحث العلل والمعالي، ولذلك صرف المصنف عنه نظرات، لأن بحثنا هنا في العلة والمعلول. وقال المصنف نستبدل هذا النوع من الأدلة التي فيها أيضا مناقشات، يعني هذا النوع من الأدلة مثل برهان التطبيق فيه مناقشات، ليس الكل متفقون عليه، يوجد جدل في صحة هذا البراهين. يقول نحن نستبعد هذا النوع من البراهين لأن فيه مناقشات، ونحن نقول نضيف الآن على الشيخ، نضيف نقول ولأنها ليست حصرية في باب العلل والمعالي، ونأتي مكانها بالأدلة الأقوى والأشهر على استحالة التسلسل في العلل والمعالي، وهما برهانان، برهان ينتمي إلى الفلسفة القديمة إسلاميا، وبرهان ينتمي إلى الفلسفة المتأخرة، برهان فارابي وبرهان صدرائي. البرهان الفارابي يسمى بالبرهان الأسد الأخصر، يعني هو برهان أقوى وفي نفس الوقت مختصر كما سماه الفارابي، البرهان الأسد الأخصر. هذه لا يحصل كما يقول العلامة السيد محسن الأمين رضوان الله عليه فيما كتبه عن رحلاته، أنه جاء مرة إلى إيران وعثر على، تعرفون كانت لديه حساسية لغوية وحساسية أدبية، كان ذاك الجيل من الأدباء، فمن جملة انتقاداته على بعض الأشياء التي كانت موجودة في الحوزة من حيث عدم وجود المعرفة اللغوية، قال إن أحدهم كان يدرس وكان يقول وفي هذه المسألة وجوه وأدلة أسدها الأخير. هذا المدرس حيث لا يعرف العربية ماذا قال؟ قال في المسألة وجوه وأدلة أسدها الأخير، ثم أخذ بشرح معنى أسدها الأخير، قال كونه أسدها أي الأقوى فيها، وأن مراد المصنف هذا، لذلك عبر عنها بالأسد. فهذه ليس البرهان الأسد الأخصر، وإنما البرهان الأسد الأخصر، يعني الأكثر سدادا وقوة وفي نفس الوقت مختصر. كيف يشرح المصنف هذا البرهان؟ يقول البرهان بسيط ما بده شيء. أنت ما عم تقول في عنا سلسلة لا متناهية العلل والمعالي، وكل واحدة موقوفة على الثانية التي قبلها، والثانية موقوفة على الثالثة، والثالثة على الرابعة، يكون علل ومعالي بعد سلسلة العلل، والرابعة على الخامسة، والخامسة على السادسة، والسادسة على السابعة إلى ما لا يتناهى. نعم، هذه السلسلة برمتها اجمعها لي ذهنيا الآن، ضعها كلها في مكان واحد، ثم اسأل نفسك ما هي علة هذه السلسلة؟ إن قلت لي توجد لهذه السلسلة علة من خارجها، إذن فهذه العلة ليس لها علة، لأنه إذا لها علة صارت جزء من السلسلة، ليس لها علة. وإن قلت لي إن هذه السلسلة من داخلها، فمعنى هذه السلسلة ليس لها علة، وما ليس له علة لا يمكن أن يقع، لأن لا شيء إلا لا بد له من علة. أعيد بطريقة شرح المصنف للبرهان الأسد الأخصر، لأن هناك طريقة أبسط من هذه الطريقة، المصنف لا أدري لماذا شرحها بهذه الطريقة. قال أنت تقول بأن واحد متوقف وجوده على اثنين، واثنين متوقف وجوده على ثلاثة، وثلاثة متوقف وجوده على أربعة، وأربعة متوقف في الوجود على خمسة، صحيح؟ عارف جيد، هذه كلها متوقف، هذه هي السلسلة اللامتناهية. أنا أسألك سؤالا، هذا واحد هل يمكن أن يوجد قبل أن يوجد اثنين؟ لا. اثنين هل يمكن أن يوجد قبل أن يوجد ثلاثة؟ لا، لأن ثلاثة هي علته المعلول، لا يوجد قبل وجود علته، كما قلنا في قانون التلازم بين العلة والمعلول، استحالة وجود المعلول بلا علة. فإذا كل أطراف هذه السلسلة، كل أجزاء هذه السلسلة لا يمكن وجوده إلا بوجود علته.
انا اقول لك اجمع هذه السلسله كلها، خذها بعين الاعتبار واسال نفسك هذه السلسله لا يمكن ان توجد الا اذا وجدت علتها، صحيح؟ طيب علتها هذه من خارجها ام من داخلها؟ ولولا تكون من خارجها لانها جمعنا السلسله. اذا من خارجها، اذا هذه العله التي من خارجها لا عله لها، لان لو كان لها عله لدخلت في السلسله. واذا ما عثرنا لها على عله من خارج السلسله، اذا لن توجد السلسله، لان واحد لن يوجد الا اذا وجد اثنين، واثنين لن يوجد الا اذا وجد ثلاثه، وثلاثه لن يوجد الا اذا وجد اربعه، حتى الان واحد اثنين ثلاثه لم اوجده. واربعه تنتظر خمسه، وخمسه ما زالت تنتظر سته، وسته ما زالت تنتظر سبعه، الى ما لا يتناهى، والمفروض ان خارج السلسله لا يوجد عله. فاذا لن توجد اي جزء من اجزاء هذه العله. من اجزاء هذه السلسله، لن توجد. لان كيف يوجد واحد؟ بده يكون ناطر اثنين. اثنين موجود الان، ستقول لي موقوف على ثلاثه. ثلاثه موجود، ستقول لي موقوف على اربعه. اربعه موجود، ستقول لي موقوف على المليون. المليون موجود، ستقول لي موقوف على رقم المليونين. المليونين موجود، تقول موقوف على. واذا ما دامت لا متناهي ولم تقف عند حد، فاذا كل هذه لن يمكن ان توجد. لانها منتظره في وجودها ما قبلها، والمفروض ان ما قبلها ايضا ينتظر ما قبلها. اما بتعبير اخر اسهل. بتعبير اخر اسهل. وهو مثال معروف يطرحونه. اذا قلت هنا بنينا اليوم غرفه. اليوم بنينا غرفه. وفتحنا باب الغرفة وقلت لا يدخلن أحد منكم هذه الغرفة إلا ويكون قد دخل قبله شخص، هل سيدخل أحد إلى الغرفة؟ لأن أي واحد منهم إذا أراد أن يدخل يحتاج إلى أن يكون قبله شخص يدخل، والثاني يحتاج شخص قبله يدخل، والثالث يحتاج شخص قبله يدخل، والرابع يحتاج شخص قبله يدخل. فمهما دخلنا في اللامتناهي كل واحد منهم لن يستطيع ان يدخل الغرفه. هنا نفس الشيء. واحد لن يستطيع ان يدخل الى عالم الوجود الا ان يدخل اثنان، والمفروض ان اثنان لن يستطيع ان يدخل الى عالم الوجود الا ان يدخل ثلاثه، لان السلسله لا متناهيه، كل واحد موقوف على الثاني. وثلاثه لن تستطيع ان تدخل الى عالم الوجود الا بانتظار اربعه، واربعه ايضا لن تستطيع الدخول الى عالم الوجود بانتظار خمسه، وهكذا مهما وصلت في الرقم الى الارقام الفلكيه الخياليه، سنقول لك هذا الرقم الفلكي الخيالي اللامحدود ايضا لن يدخل الى عالم الوجود الا ان يوجد قبله رقم. فاذا لن يتحقق شيء في عالم الوجود، وحيث انه قد وجد شيء في عالم الوجود اذا فالتسلسل باطل. والا لازم استحاله ان يوجد شيء في عالم الوجود. هذا ما يسمى في الفلسفه الفارابي بالبرهان الاسد الاخصر، ان وهو بسيط. كل حلقه متوقفه على شيء قبلها. والذي قبله متوقف على قبله، اذا لن توجد الحلقه الاولى ولن توجد اي حلقه. لان اي حلقه تفرضها محتاجه الى ما قبله، ثم التي قبلها لن توجد منتظره ما قبلها، والتي قبلها منتظره ما قبلها، وهكذا الى ما لا يتناهى. فاذا بهذه الطريقه نقول يستحيل التسلسل في العلل والمعايير الحقيقيه. هذا برهان البرهان الاسد الاخصر. صدر المتألهين الشيرازي على طريقته في بيان نظام العلل والمعاليل قال انا عندي دليل ثاني اضيفه الى البرهان الاسد الاخصر للفارابي، واستطيع من خلاله ان اثبت استحاله التسلسل في العلل المانحه للوجود، لا في مطلق العلل، فقط العلل التي تمنح الوجود. وحاصل هذا الدليل اننا قلنا سابقا ان المعلول في العلل المانحه للوجود، ان المعلول بالنسبه الى علته مجرد ربط محض التعلق، صحيح؟ محض الفقر، محض الاحتياج، محض الارتباط والارتهام. طيب هذا المعلول هو مجرد ربط لعلته، العله ايضا هي محض ربط للعله التي فوق، التي فوقها محض تعلق بالتي فوقها، التي فوقها محض تعلق بالتي فوقها ايضا. كل هذه معنى حرفي، إذا أردنا أن نستخدم التعبير الأصولي، كل هذه معاني حرفية. كل هذه ربطيات، وجودات ربطية أو رابطة. صحيح؟ والمعنى الحرفي لا وجود له إلا بوجود طرفيه. الربط لا وجود له إلا بوجود من يرتبط به. فإن لم يكن هناك من يرتبط به، لا وجود له، لأن الربط قوامه التعلق بغيره. فإن كانت غيره قوامه التعلق بغيره فلن يوجد شيء على الإطلاق.
هذا البرهان تقريبا في روحه وجوهره يشبه برهان أسد الأقصر، ولكنه يستخدم طريقة الملة صدرة في باب الوجود في التمييز بين الوجودات الإسمية وبين الوجودات الحرفية، بين الوجودات المستقلة كما شرحناها سابقا وبين الوجودات الرابطة أو الربطية، حيث أن الوجود الربطي لا يتقوم، لا يوجد بنفسه بل يحتاج إلى غيره. فإذا لابد من فرض معنى اسمي ارتبط به هذا الوجود الربطي. أنت الآن حرف في، لا يمكن أن تتصورها بما هي معنى حرف إلا أن تربطها بشيء اسمي كما درسنا في الأصول. الهيئات، هيئات الجمل، الهيئات التركيبية، اسم الفاعل، اسم المفعول، الجملة الفعلية، الجملة الخبرية، الجملة الإنشائية، هذه الهيئات الإفرادية والهيئات التركيبية، هذه لا يمكن أن تتصورها إلا أن تتصور معاني اسمية. تتصور معنى اسمي هون ومعنى اسمي في هذه الجهة وتتصور الربط بينهما. إذا ما في معنى اسمي في هذه الجهة وما في معنى اسمي في الجهة الأخرى، فأنت أي شيء تربط؟ أنت لا تربط شيئا. هكذا الحال في نظام العلل والمعاليل. إذا كانت كل سلسلة المعاليل هي محض الربط والتعلق، هي محض وجودات ظلية، إذا لا بد من وجود الظل. إذا كانت كلها ظلال، كلها عكوس، كلها مرايا بحسب تعبيراتهم، كلها معاني حرفية وربطية، إذا فمن أين أخذت ما به الارتباط؟ إذا ما موجود معنى اسمي فستكون كلها في حكم المعنى المجازي حسب تعبير العرفاء، كلها وجودات مجازية، كلها ظلال لا حقيقة لها، فلا بد أن يكون هناك ظل حتى يأتي الظل، ولا بد أن يكون هناك معنى اسمي حتى يتحقق المعنى الحرفي، ولا بد أن يكون هناك مستقلات حتى تتحقق الأمور المربوطة. إذا بهذه الطريقة يثبت الملا صدرا أن التسلسل في العلل والمعاليل المانحة للوجود فقط المانحة للوجود، يقول هذا مستحيل التسلسل فيها، لأنه في العلل المانحة للوجود وجود المعلول ليس سوى ظل لوجود العلة، والظل محض الفقر، محض الاحتياج، محض التعلق، محض الربط، خيال لا واقع له إذا جاز التعبير. وإذا لا بد أن يكون له مبيزة هو الذي أعطى هذا الظل، هو الذي حقق هذا التعلق، وإلا لا يكون للتعلق وجود أصلا، إذ لا، التعلقات لا توجد بنفسها بل توجد بغيرها. الربط، مفهوم الربط لا يوجد بنفسه بل يوجد بطرفيه، إن لم يكن هناك طرفان لا يمكن أن تقول ربطت شيئا بشيء آخر. إذا لا بد من طرف هو رأس السلسلة وهو العلة الأولى المستقلة الإسمية التي تكون منتهية بها سلسلة العلل والمعاليل. بناء عليه توصل الفلاسفة إلى القول باستحالة التسلسل في نظام العلل والمعاليل، إما على طريقة برهان الأسد الأخصر للفارابي، أو على طريقة برهان الفقر والتعلق والربط، برهان التمييز بين المعنى الحرفي والمعنى الإسمي الذي طرحه صدر المتألهين الشيرازي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالدرس 37 تحت عنوان أحكام العلة والمعلول. الدرس 38 العلة الفاعلية. تذكرون سابقا قسمنا العلة بأحد التقسيمات، ذكرنا سابقا 10 تقسيمات للعلة، وقلنا أحد هذه التقسيمات يعد من التقسيمات القديمة جدا التي تعود إلى زمن أرسطو، وهو تقسيم العلة إلى 4 أقسام، إلى علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية. الخشب هو العلة المادية للكرسي، الهيئة الكرسية هي صورة الكرسي، النجار هو العلة الفاعلية، الجلوس على الكرسي للاستراحة هو العلة الغائية مثلا. فإذا العلل تنقسم إلى 4، مادية، صورية، فاعلية وغائية. قالوا المادية والصورية تسمى بالعلل الداخلية كما قلنا، أو يعبرون عنها إذا تذكرون علل القوام، يعني ما به يقوم الشيء، إذ لولا الخشب ولولا هيئة الكرسي لا وجود الكرسي في الخارج أصلا، بل الخشب وهيئة الكرسي عين الكرسي في الخارج. وإنما نعبر عن العلة المادية والعلة الصورية بالعلة تسامحا كما قلنا في الدرس الماضي، فإن العلة المادية والعلة الصورية هي عين المعلول لأنه شيء خارج المعلول، في الدرس الماضي قلنا هذا. بناء عليه العلة المادية والعلة الصورية، حيث إنها لا تجري إلا في الماديات لأنه لا معنى للعلة المادية في غير الماديات،
حيث انها لا تجري الا في الماديه، وحيث ان التعبير عنها بالعله تعبير تسامحي. لذلك نرجئ البحث عن الماده وعن الصوره الى القسم اللاحق، وهو تحت عنوان المجرد والمادي، بعد احكام العله، بعد بحث العله. هناك في درس 46 تحت عنوان القسم المجرد والمادي ناخذ عنوانا تفصيليا اسمه الماده والصوره، لان الماده والصوره بحثها من شؤون مباحث الماديات، فيتناسب بحثه مع المجرد والمادي، ولا يتناسب بحثه مع العله والمعلول، لانها ليست بعله حقيقه انما تسامحا على حسب راي المصنف كما قلنا في الدرس الماضي. لذلك يقول نحن سنبحث هذا التقسيم الرباعي، أول قسمين أي العلل الداخلية أو علل القوام، وأحيانا يعبرون عنها بعلل الماهية. أول قسمين نرجئهما إلى القسم اللاحق وهو المجرد والمادي. يبقى العلة الفاعلية والعلة الغائية. يقول المصنف في هذا الدرس نحن سنبحث في العلة الفاعلية، في الدرس القادم والذي يليه سيكون البحث في العلة الغائية، وبه ينتهي بحث العلية. صارت واضحة الصورة؟ إذن عمليا المصنف أخذ التقسيم الرباعي وهو التقسيم الأشهر، قسمه إلى قسمين، علل داخلية وعلل خارجية. علل داخلية حيث أنها عنده تسامحا معبر عنها بالعلة، لم يرى تناسبا أن نبحثها هنا، بل رأى تناسبا في أن نؤجلها لبحث المجرد والمادي لاختصاصها بالماديات. أما العلة الفاعلية والعلة الغائية حيث أنها علل حقيقية خارجية، إذا فلا بد أن نبحثها في مباحث العلية، خصص للعلة الفاعلية درسا واحدا، وخصص للعلة الغائية درسين، درس عام في عمومات العلة الغائية، ودرس خاص في العلة الغائية للعالم. هكذا كان ترتيب المصنف لهذا الدرس. فيما يتعلق بالعلة الفاعلية التي يعبر عنها بما منه الوجود، بما منه الوجود مقابل العلة الغائية التي يعبر عنها بما له الوجود. فيما يتعلق بالعلة الفاعلية المصنف في البداية سوف يذكر تقسيمات من العلة الفاعلية، يعني من فاعل، ثم سيعلق على هذه التقسيمات، سيذكر التقسيمات تحت عنوان العلة الفاعلية وأقسامها، ثم سيعلق على مجمل هذه التقسيمات بتعليقات طفيفة تحت عنوان ملاحظات حول أقسام الفاعل، ثم بعد ذلك يتحدث في الإرادة والاختيار، نظرا إلى أن الفاعل ينقسم إلى فاعل إرادي اختياري وفاعل غير إرادي ولا اختياري. بهذه المناسبة يتحدث عن نوعية الفاعل الاختياري أو الفاعل الإرادة. هذا هو خارطة أو هيكل البحث في هذا الموضوع. ويقول العلة الفاعلية سواء كانت علة حقيقية، علة غير حقيقية، علة منحة للوجود، علة غير منحة للوجود، علة إعدادية، فاعل طبيعي يؤثر في التغير وفي التحريك، أو فاعل حقيقي يؤثر في الإيجاد والتحقيق، ها؟ بأي نوع من الأعوان؟ الفاعل عندهم له ثمانية أنواع، وشرح هذه الثمانية سيجلي لك صورة مسألة الفاعل في فلسفة الحكمة المتعالية، وفي فلسفة المشاء، وفي فلسفة الإشراق أيضا، وسيشرح لك بعض الاصطلاحات التي ذكروها، يعني أثناء شرحنا سينشرح لنا بعض الاصطلاحات التي ذكروها وبعض القواعد التي أطلقوها، مثل قولهم القاعدة القصر لا يدوم، ويعلق المصنف فيما بعد. المصنف كمدخل لتقسيمات العلة قال العلة بأول تقسيم نحن نواجهها تنقسم إلى قسمين، إلى علة إرادية اختيارية وإلى علة طبيعية. علة ليس طبيعية وإنما طبيعية. يقول كل علة فاعلية لها الإرادة والاختيار في أن توجد معلولها أو لا توجد معلولها، هذه نسميها الفاعل الاختيار أو الفاعل بالإرادة، وهذه هي العلة الفاعلية الإرادية الاختيارية. هذا أول، هذا التقسيم. إحنا الآن من خلال هذا التقسيم سندخل الأقسام الثمانية. هذا نسميه الاختيار، مثل الله سبحانه وتعالى، مثل الإنسان. أنت الآن إذا أردت تكسر الزجاج، إذا لم ترد لا تكسر الزجاج، فأنت بيدك الإرادة والاختيار
وبيدك عدم الإرادة وعدم الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا نسميه بالفاعل الاختياري أو الفاعل الإرادي. في مقابله الفاعل الطبعي، يعني الشيء الذي يفعل فعلا لكن بطبعه لا بإرادة ولا باختيار. يعني أنت الآن مولانا العزيز مولانا الكرام، إذا أشعلت النار، النار ألا تحرق؟ تحرق بإرادتها؟ لا تحرق. يعني النار يتوسط بينها وبين إحراقها للورقة عنصر الإرادة والاختيار؟ لا. طيب كيف تكون فاعلا للإحراق؟ يقول تكون فاعلا بطبعها، يعني بتركيبتها التكوينية. طبعها، خاصيتها، خواصها التكوينية والطبعية، هذه هي التي تجعلها في موقع الفاعل، في موقع العلة الفاعلية للإحراق. لاحظت كيف؟ فإذا نحن في أول تقسيم نواجهه سنجد أن الفاعل ينقسم إلى فاعل بالاختيار والإرادة، أي الذي يتوسط بين ذاته ومعلوله الإرادة والاختيار، وفاعل الله سبحانه وتعالى والإنسان، وفاعل لا يتوسط بين ذاته وبين معلوله إرادة منه أو اختيار، وإنما إذا تحققت سائر شروط العلة يحدث معلوله، ومعلوله ناتج عن طبعه وخاصيته التي فرضت له في عالم التكوين. هذا النوع الثاني نسميه بالفاعل بالطبع. هذا أول قسم، نحن قلنا ثمانية، هذا خليه أول قسم. هذا الفاعل بالطبع، هذا الفاعل بالطبع، لاحظوا معي، عندما جاءوا إلى العناصر الموجودة في الطبيعة الفلاسفة القدامى بناء على طبيعيات أرسطو، عندما جاءوا إلى العناصر الموجودة بالطبيعة أرجعوها إلى أربع عناصر كما تعرفون، الثقيلان والخفيفان، هكذا عبروا عنهما، الثقيلان الماء والتراب، والخفيفان النار والهواء. وكانوا يعتقدون بأن هذه الأربع بصائر، يعني ليست مركبة، هكذا كانت معلوماتهم حول الطبيعة في ذلك الزمان، تطور العلم كان في هذا الشكل. فقالوا الثقيلان الماء والتراب طبعهما ماذا؟ لاحظ معي الآن، نتكلم الآن عن الطبع، طبعهما ماذا؟ الثقل، أي النزول إلى الأسفل. فإذا رميت الماء في الهواء نزل إلى الأسفل، لماذا؟ لأن الطبع هو الثقل والاستقرار في الأسفل. لكن الدخان، النار، الهواء، هذه ما هو طبعها؟ طبعا أن ترتفع إلى الأعلى. فلو أنك نفخت على مثالها، نفخت على الهواء فنزل نتيجة الضغط، تلقائيا سوف يرتفع، وتشاهد على ذلك مثل الدخان. النار لو نفخت عليها بمجرد أن يرتفع النفخ ترجع أيضا إلى حالة الارتفاع. فقالوا إن مقتضى الطبع أن الأشياء الترابية والأشياء المائية تنزل نحو الأسفل، ومقتضى الطبع أن الأشياء المائية والأشياء أن الأشياء النارية والأشياء الهوائية، لأن العالم كله مكون من هذه الأربعة، مقتضى الطبع هناك أن يرتفع نحو الأعلى، مثل الدخان لأنه من طبع ناري هوائي إذا جاز التعبير فيرتفع نحو الأعلى. جيد، هذا ما في مشكلة فيه. طيب هنا قالوا في بعض الأحيان أنت تحدث حوادث في الطبيعة تقع فيها الأشياء على عكس وضعها الطبيعي، مثلا تهب الرياح، هذا نوع من الكيمياء الفيزياء القديمة، تهب الرياح يرتفع التراب في السماء، صحيح ولا لا؟ لما تهب الرياح ألا يرتفع التراب في السماء؟ يرتفع، مع أن التراب من طبعه أن ينزل إلى الأرض نتيجة أنه من الثقيلين، مفترض أن ينزل مقتضى الطبع نزوله إلى الأرض، لكن بهبوب الرياح العاصفة أو بحدوث انفجار ما في مكان ما يرتفع التراب إلى الأعلى. لكن ماذا يقولون؟ يقولون هذا بالقصر، يعني الطبيعة هنا نسميها الفاعل بالقصر. ما معنى الفاعل بالقصر؟ أي ذلك الشيء الذي يفرض على الشيء الآخر أن يقع على خلاف طبعه، يعني فرضت الطبيعة على التراب أن يرتفع مع أنه مفترض أن ينزل،
عبروا عن الطبيعة هنا لأن هي التي وقع عليها نظام القصر هذا، عبروا عما هو الذي يفرض هذا الواقع، عبروا عنه بالفاعل بالقصر، وقالوا بأن التراب الذي هو المقصور هذا لابد أن يرتفع جبرا، لا يستطيع أن لا يرتفع قهرا، يجب عليه أن يرتفع، لكن إذا زال الفاعل والقصر عاد التراب إلى طبعه الأول، نزل إلى الأرض. ولذلك إذا خفت الريح عادت تلك الأتربة التي ارتفعت في السماء لتنزل إلى الأرض. شوف النزول والصعود ليس خواص جاذبية الآن، شوف النظرية القديمة، وإنما خواص طبيعة الجسم الذي هو من طبعه أن ينزل يخلد إلى الأرض أو من طبعه أن يرتفع. لاحظ هذا، إذا الارتفاع والانخفاض في الطبيعيات القديمة ليس راجع للجاذبية، وإن كان بعض إشاراتهم قد تروح لفكرة الجاذبية، ولكن بعض الفكرة الأساسية عندهم أن طبيعة الأشياء، طبع الأشياء، خواص الأشياء التكوينية تدفعها نحو النزول أو تدفعها نحو الارتفاع. فإن جاء سبب من الخارج وفرض على هذه الأشياء خلاف خواصها عبرنا عنه بالفاعل القصر، وعبرنا عنها بالمعلول القسري. لكن قالوا القصر لا يدوم، يعني إذا جاء شيء في عالم الطبيعة وفرض على طبائع الأشياء أن تتحول عن وضعها الطبيعي تتحول، لكن هذا لا يدوم ولا يستمر إلا أن ترجع الأمور مرة أخرى إلى الطبيعة. هذا مثل قولهم الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، أيضا هم يقولون هنا القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا. فلو رأيت ترابا يرتفع أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة أو رابع مرة أو خامس مرة وسادس مرة ستقول طبعه الارتفاع، لأن القصر لا يدوم، ليس أكثري وليس دائمي. من هنا جاءت قاعدة القصر لا يدوم، أو قاعدة القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا، على شبه قاعدة الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. إذن حتى الآن شو ظهر عندنا؟ ظهر عندنا الفاعل بالطبع، أي النار بطبعها تحرق لا بالإرادة والاختيار، وظهر عندنا الفاعل بالقصر، أي ذاك الذي يحول بين الشيء وطبعه وقصره لا يدوم. وتأتي بقية الأقسام، والحمد لله رب العالمين.